يا رب بعالم نفقد فيه الأمان كون أنت الأمان بحياتنا، بعالم نلغت فيه بعض مظاهر الإنسانية خلينا نضل راسمين صورتك على وجهنا، بعالم بيكتبوا فيه السلام حبر على ورق تبقى وحدك السلام الحقيقي بقلوبنا، وبعالم بده ينشر الشر غصب عنا خلينا نثبت للعالم يا رب انه وحدة الصلاة هي يلي بتخلصنا. مشاهدينا، صباح الرجاء، صباح السلام بقلوبنا، صباح المحبة يلي دايما هي بتنتصر. اليوم 22 تشرين الأول بيصادف عيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني، هالقديس يلي عنده مكانة خاصة بقلوب اللبنانية، وكيف لا وهو يلي قال انه لبنان منه مجرد وطن، لبنان هو رسالة. نعم، ورغم كل شي عم بيصير لبنان رح يضل رسالة، رسالة محبة تعلم العالم كيف منوقف حد بعض بأصعب أيام عم نمرق فيها. لبنان رح يضل رسالة بنشر السلام، فهيدا سلاحنا وهيدا رجائنا وهيدا إيماننا. نعم، لبنان رح يضل رسالة محفورة بقلوب المغتربين يلي عايشين بالغربة، بس لبنان محفور بقلبهم. لبنان رح يضل رسالة تخلد لمدى الأجيال، رسالة ربنا يسوع المسيح يلي مرق بهالوطن وعمل أول عجيبة فيه، ولازم هلأ نكون واثقين كمان إنه ما في غير عجيبة منك يا رب بتخلصنا. مشاهدينا، بدي أرجع أصبحكم عن جديد من بعد فترة كنت غايبة عنكم، برحب فيكم وين ما كنتم من لبنان ومن خارج لبنان، ويا رب كمان بهالأيام السوداء، إيه سوداء بس رغم سوادة النور أكيد رح يطلع، لأنه دايما دايما وهيدا رجائنا من بعد الصليب في القيامة، ونحن لأن أولاد القيامة لازم نركز على يسوع يلي قام من بين الأموات مش على الصليب يلي بقي محفور بالأرض. رح نبلش برنامجنا الصباحي مع أغنية لبيروت، أغنية بصوت الصبية آليا أسمر. هالصبية يلي من عمر صغير اكتشفوا أهل صوتها ونموا موهبتها، وهلأ بعمر ال 14 سنة عم تغني أغاني. نسمع أغنية لبيروت. وحدها ولا
حبيت بلش كمان بهالأغنية رغم يمكن حزن الكلمات وصوت آليا الدافي، بس حبيت بلش فيها كرمال نقول إنه بيروت لو قد ما مرق عليها ولبنان لو قد ما مرق عليه رح يرجع يقوم، مش لأنه نحن الشعب البطل، لأنه نحن الشعب اللي دايما صامدين، لأنه نحن الشعب أكيد منحب الحياة رغم كل شيء، بس لأنه لبنان ورغم مساحته الصغيرة هو منارة، منارة بالشرق ومنارة بالعالم، لأنه لبنان هو بلد القديسين، ومثل ما قلت قبل يسوع يلي مرق بها الوطن أكيد ما رح يتخلى عنه. هلا مشاهدينا رح نبقى مع فقرة متفرقات. وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية للتواصل، بس فيها كمان تعرض أطفالنا لمخاطر ما بيقدروا يواجهوها لوحدهم. رح أتشارك معكم بعض الخطوات يلي نشرتها منظمة أبعاد، هن خطوات أساسية حتى تحموا أولادكم من الابتزاز الإلكتروني وتضمنوا سلامتهم وأمنهم. أول شيء لازم تخصصوا وقت محدد لأولادكم لاستخدام هالوسائل، فمن المهم ما يكون الوقت مفتوح. وهون مشاهدينا رح أعطيكم هيك فكرة عم بيتبعوها كتير أشخاص وعيال بعرفهم، مثلا عم بيحددوا جيجا بايتس معينة بالنهار أو ميجا بايتس معينة، هالولد بيستعملهم بيخلص إن شاء الله خلصهم بساعة إن شاء الله بالنهار كله، هيك ما بيكون كل النهار قاعد على الموبايل وعارف انه رح يكون في انترنت كل الوقت. تاني شي اربطوا حساب الطفل بحسابكم الشخصي حتى تتابعوا انشطته والاشعارات النوتيفيكيشن يلي بتوصل له. تالت شي الغوا خاصية الرسائل الخاصة حتى تمنعوا التواصل مع الحسابات المشبوهة. ورابع شي تابعوا باستمرار المحتوى السيء والضار من خلال إعدادات الحساب. وخامسا وكمان أكيد كتير مهمة، تواصلوا مع أطفالكم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وحذرون من الرد على الرسائل والأشخاص الغريبة. وسادس شيء شجعوا دايما طفلكم يرجع ويلتجئ إلكم كل ما يشك بأي حادثة أو محتوى غريب وصله من دون ما يخاف أو يتردد إنه يحكي معكم. أكيد مشاهدينا جيل اليوم صعب كتير يمكن تتبعوا معه هالخطوات، بيقلك أنا صرت كبير أنا بعرف، بس ما بيعرف هو مخاطر هالدنيا وأذى العالم. صحيح بالنسبة له يمكن هو صار كبير، يمكن كبير حتى 13 14 سنة، يمكن هو بيعتبر حاله كبير، بس بالنهاية هو طفل. وأكيد هالخطوات كمان لأنه عم نشوف أولاد صغار 7 و8 سنين كمان التليفون بإيدهم، يعني الأهل ما رح يقولوا إنه عم نلغي شخصيته للولد، بالعكس حموه الولد لو بده يحس، مع انه مش هالشيء مش رح يكون مزبوط، لو بده يحس انه عم تتدخلوا بخصوصيته افضل تتدخلوا بخصوصيته هلا حتى وقتها يكبر يعرف هو يدافع ويحمي خصوصيته. مشاهدينا خبرنا الثاني هو عن وزارة الإعلام. افتتح وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بمبنى الوزارة دورة تدريبية للتحقق من المعلومات والأخبار المضللة لعدد من موظفي الوزارة والمخصصة لإعداد طاقم عمل قادر على جمع وتحليل الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة، ويلي بتنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونسكو ممثلة بمسؤول مكتب الاتصال والتواصل بمكتب المنظمة ببيروت جورج عواد، وبحضور مستشارة الوزير السيدة إليسار نداف. وبيخضع فريق العمل لإشراف وكالة الصحافة الفرنسية AFP
ممثلة بالسيدة جوزات أبي تامر. وقال وزير الإعلام: الخبر اليقين أنه رح نطلق آلية من مكتبنا عبر مجموعة رح نتفق على إطلاق اسم عليها، بيتم من خلالها جعل المواطنين بيعتادوا على أنه الخبر اليقين صادر من عنا، أي من وزارة الإعلام، وكذلك التوضيح المؤكد للخبر الأكيد. أما الخبر الغير أكيد فنحن، بيقول وزير الإعلام، رح نعلن بأنه منا متأكدين منه أو أنه رح نفتش نبحث فيه ونرسله للوكالة الوطنية للإعلام من بعد ما نكون تأكدنا من صحته. وأضاف وزير الإعلام: هدفنا أنه نخلي الناس تصدق أنه يلي بيصدر عن وزارة الإعلام هو اليقين، سواء لناحية تأكيد الخبر أو تكذيبه، لأنه المصداقية هي الأهم، فأي خطأ صغير بزعزع الأوضاع. كما أضاف وقال: ورح نلاقي آلية ونكون حاضرين عبر التواصل الاجتماعي اكس وانستغرام لإيصال الرسالة يلي بدنا إياها بظل الفوضى الكبيرة يلي عم بتسبب حرب أهلية بالبلد المنقسم. هيدا أمر ومنه وهم، ففي ناس كتير مع الحرب، وفي غيرهم وكتار ضد الحرب، وهيدا بخلينا بمكان بشع وبزيد الانقسام. كما قال وزير الإعلام كمان: هدفنا الوصول إلى مكان بيعتاد الناس فيه على ضرورة تحري الحقيقة ومعرفة الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى ثقافة الاعتذار عن الخطأ، ومنها يلي عم نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط من دون نوافذ عم تهبط بين الأصف، بينما بحقيقة الأمر الصورة غير حقيقية والدولة الجميع. ومن جهته أكد عواد على تعاون منظمة اليونسكو الدائم مع وزارة الإعلام بكل الظروف، وتحديدا بهيدي الظروف الصعبة يلي عم بمر فيها لبنان. وأكيد مشاهدينا مسؤولية الإعلام ومسؤولية كل واحد منا، وقت نقرأ أي خبر، وقت نسمع أي خبرية، نتأكد منها قبل ما ننشرها، لأنه الناس كلنا أعصابنا تعبانة، الناس كلها ما بقى قادرة تحمل خبر جديد مزيف أو مش حقيقي. حتى صور، يعني مثلا ليلة امبارح يلي شهدت على غارات كتيرة وعنف كتير وضربات كتيرة، كانوا الناس بعض الناس عم بيتداولوا صور لغارات استهدفت من كم يوم. هيدا الشيء بيزيد الذعر يلي مش ناقصنا بأيامنا، بيزيد الذعر بقلوب العالم. فيا ريت كلنا ننتبه شو بدنا ننشر ونتأكد منه. ومشكورة أكيد وزارة الإعلام على هيدي الخطوة، لأنه من هون منبلش نحمي أول شي حالنا كمان، ومثل ما ذكر وزير الإعلام نحمي شعبنا من هالانقسام يلي لا سمح الله رح يودي لخطورة كتير كبيرة بالبلد. مشاهدينا، من بعد مقدمتنا رح نبقى هلأ مع بعض المتفرقات، ومن بعدها منبلش كمان منكمل حلقتنا مع ضيوفنا. خليكن معنا. مرحبا. 22 تشرين الأول، القديسة إيلودي عاشت بالقرن التاسع. فضائل يلي تتمتع فيها قبول الإيمان والإيمان الثابت حتى الاستشهاد. نصيحة القديسة إيلودي لإلك: أبتي إني أسلم لك ذاتي. والله معك. بريتاليزم انتيريور ديزاين ستايل، هيدا الستيل كتير منكم حتستغربوا انه هيدا الطراز، او بس نشوف ابنيه هيك بهيدي الطراز معموله. هيدا ستيل من الهندسه صح، ومنسميه نحن بريتاليزم انتيريور ديزاين ستايل. هو منشاك
أو كتير منلاقي فيه inspiration من الاندستريال ماتيريالز من الخشب، الجلاس، الستيل، البراس، البريك وحتى الكونكريت. طيب شو هن الكاركترستيكس أو القصص المهمة بالبروتاليزم؟ منلاقي الهيفي ابيرنس، يعني إذا نحن عم بيكون الحيطان معمولين من كونكريت بيكون منه منظف منيح وما معمل له بلاستر مثل ما حتصيروا تشوفوا بالصور. سمبل جرافيك لاينز، مش ضروري يكون قصص كتير معقدة. المونوكروماتيك باليت اللي بقصد فيه هو الألوان بيكونوا موحدة. أكيد بالبروتاليزم حنلاقي إنه اللون الطاغي بيكون دايما هو الجراي. ليه؟ لأنه الكونكريت أو البيتون هو بيكون بهيدا اللون، اللون الرمادي أو تدرجاته للون الرمادي. كمان من القصص اللي بيميزوا لهيدا الستيل هو استعمال raw exposed concrete. ايام بيكون بريكس، ايام بيكون خشين هيدا الكونكريت ومنه فينش، مش معمل له فينشينج ومش معمل له اكيد بلاستر عليه. كيف فينا نستعمله ببيتنا؟ اكيد بدنا نخلطه مع قصص مودرن بهيدا الحاله وقصص اندستريال. منشوف شو في عنا قصص اندستريال نقدر نستعملهم مع بعضهم. الفرش لازم بهالحالة يكونوا مودرن، very minimal، مش ضروري نعقيد. طب بهالحالة إذا نحن بدنا نحكي لون جراي بما أنه هو المين كولر اللي بيكون بهيدا الستايل، شو فينا نحط ألوان تانية اللي سهلة؟ فينا نروح على shades of white، أبيض، بيج، جراج، هول الألوان. فينا حتى إذا بدنا نعمل هيك pop up color فينا نستعمل البلو، نيفي بلو، اللايت بلو. هون بيتحكم علينا اذا نيفي بلو او لايت بلو حسب شو هن التدرج اللون الجراي اللي معتمدينه. كمان فينا نستعمل as an example الالوان اللي فينا نقول البلاك اذا في عنا انارة كتير بالبيت. ما كتير تستعملوا البلاك لا اذا ما عندكم كتير انارة except بالاكسسوريز او الفينيشنج تبع الاكسسوريز، واللي بقصد فيه حتى الفينيشنج تبع الفرنتشر بيسز، اجرين الطاولات واجرين الكراسي واجرين الصوفات. بدل ما نكون عم نعتمدهم يكونوا سيلفر او جولد فينا نعتمدهم بهالحالة بلاك، ونكون عاملين الطاولة من بلاك ونكون الصوفة مثلا معمولة وايت كولر. بالنسبة للأرسي تونز كمان بنقدر نستعملهم بس ما نروح على القصص الدارك كولرز. انا دايما بفضل بهيدا الستيل نهرب من الداركر كولر. هلا اليوم بس انتو عم تشوفوا بالفقرة هيدي الصور حتلاقوا انه في كتير ابنية انتو جايين عم تزوروا ناس او انتو قاطعين على الطرقات، بنصير نقول مثل ما دايما بنقول على اللبناني انه ولو خلصوا هالبناية وكتير حلوة ما بيعرفوا يبلطوها او ما بيعرفوا يدهنوها. اليوم صرتوا تعرفوا انه هيدي بتتبع لطراز البروتاليزم انتيريور ديزاين، وهيدا بيكون بالابنية وبالانتيريور ديزاين. وين فينا او شو هن السبيسز والمطارح اللي فينا نعتمدهم؟ فينا نستعمل البروتاليزم انتيريور ديزاين ستايل بالجيم، كتير بتطلع حلوة لانه بتحسها هيك كتير مانلي وكتير سترونج. ببيوت اذا حدا بحب هيدا الستايل، اذا ما بحب هيدا الستايل خلص فينا نستعملها بالكوفي شوبس، فينا نستعملها حتى بالمدارس، منلاقي بكتير قصص بملاعب الفوتبول كمان بالانتريات والسال داتان. وإذا حبيتوا هذه الفقرة مثل العادة ما تنسوا تتابعونا بفقرات جديدة وتبسات جديد معي أنا شرب الكرم.